بصوا بقى، في كمان خبر حلو. احنا اتكلمنا في رياضات مختلفة، اتكلمنا عن منتخب مصر برضو في رياضات مختلفة كريم الأسابيع اللي فاتت، ان هو متألق جدا. هنروح للسكواش، والسكواش اللي هنا برضو بجد حاجة مشرفة انك بتتكلم في مختلف الأعمار مشرفينا، لاعبتنا في مختلف الأعمار مشرفتنا. والمرة دي انا هتكلم عن البعثة المصرية للسكواش المشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين. بص برضو ناشئين، بص بقى، بص جميل. حصدوا ايه. حصدوا امبارح 6 ميداليات ذهبية، 8 ميداليات فضية، و6 برونزية، و5 مركز هنا رابع. يعني بتتكلم في 25 ميدالية ما شاء الله. حصاد مصر في المنافسات المختلفة. يعني تقريبا اعتقد زي ما بيحصل كده مع الكبار، احنا بنتكلم في نهائيات اللي بتنافس بعض، احنا بنشوف الكبار طبعا سكواش على المستوى طبعا الكبار بينافسوا بعض، برضو المصريين شفنا ده كمان. ويعني ودي غريبه، دي عايز تفسير يا كريم. لا هي بجد عايز تفسير، ليه السكواش كده؟ احنا سعداء، بس هو ليه؟ اكيد اكيد. فانت هنا وعايزين كمان نستنسخه. بالظبط، انت هنا بتتكلم كمان الماتشات الفاينل كان فيها مصريين بينافسوا بعض. بتتكلم هنا عن تاليا الشريف اللي فازت على ليلي مشعل في منافسات تحت 11 سنه بنتيجه 3-2، حازم ثروت اللي فاز على مالك احمد في منافسات تحت 11 سنه بنتيجه 3-1، حبيبه رزقه على مواطنتها برضو بتتكلم نفس الجنسيه مصريه مليكه تيمور بمنافسات تحت 13 سنه بنتيجه 3-0. فانت بتتكلم ان ماتشات عظيمه جدا وفينال حلو قوي، ومصريين قدام بعض في بطولات عالمية زي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. ف صح؟ طبعا ده مش بس صح.